عدنا أعزائي المشاهدين نعتذر، كان هناك عطل فني ولكن سرعان ما تدارك، ونشكر الأستاذ أحمد وكل العاملين في تجهيز ونقل المباريات، وعلى رأسهم طبعا الأستاذ أحمد النجار وكابتن جاسم الملكي وكل من يعمل من أجل وصول صوت وصورة لكرة السلة القطرية في هذه القناة وللموسم الثاني. أعزائي المشاهدين، بعد التعليق والتحليل على أكثر من 100 مباراة في موسم أول كان الأكثر إثارة، والآن يتم تقديم هذه الخدمة إلى عاشقي كرة السلة والعربي بطل الدوري المتأخر، ولكن سرعان ما سيعاود وعاود بالفعل. هل هو ترخي من فريق الشمال الذي كان متقدم، ولكن مع بداية فترة تانية قام فريق العربي بالتعويض. هل الدفاعات؟ هنشوف جورج صانع الألعاب والدرايف والحصول على الخطأ الشخصي. خبرات كبيرة هذا اللاعب، لاعب بدأ الموسم الماضي في الدوري الروماني ولكن أصيب ولم يكتمل، لم يستكمل الموسم، ولكن سرعان ما عاد ومثل المنتخب الوطني في بطولات أوروبا المؤهلة. لكن ميكائيل هذا اللاعب الآخر في صفوف الشمال، اللاعب رقم 17، هو لاعب لمنتخب جورجيا وبطل الدوري مع دينامو تابليس، الفريق الحاصل على الدوري الجورجي نسخة 2017-2018. إذن صاحب خبرات كبيرة كريستيان صانع الألعاب، نظرا أن تالا أعتقد لم يصل لمستواه اللي لعبه الموسم الماضي، خالد سليمان مفتاح الفرج دائما، ولكن لازال المفتاح لا يعرف طريق السلة الشمالية. 33-23 حراث والدرايف، حراث والسلة، لكن حراث والمتابعة والسكند تراي، دائما حراث هو ملك المتابعات. الكيك اوت كريستيان والتصويبة جاءت أخيرا بعد غياب، تصويبة الثلاث نقاط لكسر الفارق العشر نقاط، يصل إلى 7 محاولات نقل الملعب وتبديل للأدوار، وهنا التصويبة، لكن عمر سيك البوكس اوت والمتابعات والديفنسيف ريباوند. دالان، اين دالان؟ لا يوجد له دور كبير في صفوف العربي حتى الان، شفناه. والتصويبه القصيره، خروج الكره، ارتطام الكره في اي جزء من السله خلفي او جانبي يعد ارتطام لخارج الملعب او لخط النهايه. اذا الكره لمصلحه فريق العربي وادخال الكره من الحد النهائي. كابتن حسن حشاد مع كابتن جاسم واستفسار، الاثنين مميزين، كابتن حسن اخلاق مدرب في منتهى الاخلاق، وجاسم الخبرات ايضا. كريستيان انكرو البحث عن الثغره، لكن الزون ديفنس، وهنا التصويبة من خالد رشدي القادم من على دكة الاحتياط، والترانزيشن، الوقوف، الخبرات، الستايل، الشياكة، تساوي هذا اللاعب جورجي. جورجي 192 سنتي، مواليد 86. هنا الخبرة، 9 نقاط هي الفارق. كريستيان، خالد رشدي، التيرن اوفر والباصات والتمريرات. هذه المباراة لا تحتمل الأخطاء في التمرير. محاولة إثبات أن الشمال هو قادم بقوة. العربي الذي تمكن من الفوز على الأهلي
صعوبة في أول ظهور لحامل اللقب. حديث المرشحين للوصول للمربع، كل الفرق لها نفس الأمال والاحتمالات. يمكن الريان يبتعد بخطوات لظروف إصابة ثلاثي المنتخب الوطني بجانب تانجي المحترف والاستعانة بمحترف محلي، إذا العربي لظروف يبتعد خطوة. الخور بعد أداءات أكثر من رائعة في جميع مبارياته، الثلاث هزائم أكيد هتبعده خطوة، لكن السبع فرق هل قطر يعاود؟ لسه بدري، احنا في جولة ثالثة، لسه بدري. هنا عمر سيك وخراس والترانزيشن والوقوف وانتظار التمريرات، وهنا جورجي وطلقراها على طول الحاج علي صالح، ولكن الانسايد والحصول على الخطأ الشخصي على تالان أنكرم. خرج بخمس أخطاء شخصية في المباراة الأولى لفريق العربي في الجولة الثانية. 10 نقاط هي الفارق، منتصف فترة ثانية ونصل إلى منتصف المباراة. جميع مدربين الفرق الأخرى تتابع المباراة عن كسب، وهنا على طول عمل هو عليه البوكس أوت ميشا بخبرته ويحصل على الكرة ويسجلها خالد رشدي، لكن عبد القادر، وهنا باس لدانكي، دانك رائع من حراس. شوف الترانزيشن المثالي وعودة أكيد لصاحب الخبرات خالد سليمان، ولكن عقب الوقت المستقطع. وكابتن حسن عمواطي، رأي حضرتك في السبع دقائق؟ الشوط الأول، ومع كابتن آصف الحداد وكابتن حسن عبد المعطي بمشيئة الله، بعد ما يكون تبين منتصف الصورة بإذن الله. ما بعد 4 دقائق من الآن التفوق للأبيض الشمالي أمام العربي حامل اللقب. زي ما قلنا إن الشمال والسد يقدمان بدايات استثنائية هذا الموسم، العربي لا زال هو حامل اللقب. خالد سليمان والتصويب، الحاج علي صالح بالرشاقة والخبرة، الحصول مرة أخرى. هنا الدلم الولول، لا التصويب أخيرا، حمد لله على السلامة. دلم أنكرم يصل بتصويبه بثلاث نقاط، يقلص الفارق إلى 11 نقطة. حراس الهدوء ومحاولات الدفاعات الضغطة، ولكن عبد القادر والتصويب، عمر سيك في المتابعة، كريستيان الوقوف، التصويب أكيد تصويبة، هي يا كريستيان، رائع يا كريستيان. تايم أوت إجباري للشمال للحاق للنزيف النقاط، تقلص الفارق من 16 نقاط إلى 8 نقاط فقط. إذن الوقت المستقطع لفريق الشمال، ونعود نستكمل ما تبقى من الفترة الثانية. كابتن حسن عمواطي في رأي عايز تقول واضح
لغة الدقائق الماضية في هذه الفترة الثانية بأربعين نقطة مقابل 32 نقطة، المتبقي ثلاث دقائق فقط على الوصول لمنتصف لحظة ثانية، لحظة بسيطة ثانية. الفريق العربي متأثر بخروج ويليام، احنا قلنا ويليام لاعب بيفرق كتير جدا مع الفريق العربي، ارتكبوا ثلاث اخطاء شخصيه، وطبعا ارتكاب الاخطاء بسبب تفوق حملات في الناحيه الهجوميه قدر ان هو يقدم الكتير كله. بالفعل زي ما قلنا ويليام بيض على دكه البدلاء، والمحاولات والباس وميكائيل ايها الميكائيلو، يا سلام، لاعب شيك، لاعب صاحب تصويبات، لاعب مميز للغايه للغايه يا ميكائيلو، اضافه قويه للغايه، جمهور قوي لمحترفي الشمال الثلاثه بصراحه. عمر سيك والتصويب، الله الله يا عمر، مش ممكن يتقدم الشمال يعوض العربي، يبقى كسبان يبقى خسران على طول. عمر سيك بتيمبو واحد بأداء واحد على طول، خبرات ومميز. عبد القادر كالعادة، لما بقول هنا يرد علي عبد القادر ويقول وانا هنا خبرات، يا سلام، مش ممكن مش ممكن. لكن في الاخير الترانزيشن والخطا الشخصي، الاوفنسيف فاول هنا حاضر على حرار المباراه. 45-34 اعزائي المشاهدين، 79 نقطه للفريقين في هذه القضيه لمده 18 دقيقه. اذا تسجيلات كثيره وسرعات، وهنا تحذيرات من حكمنا الدولي بيقول اي كلام اعمل. حشاد طبعا اعطاهم، شفنا 3 بوينت فرص من برا من لاعب ميخائيل. العربي لازم
بالفترة الثالثة والرابعة يمشي برأيك بنفس الأسلوب أو لازم يغير؟ لأنه شفنا دبل تيم مثل ما صار روتيشن مرة واثنين، عم نشوف شارب شوتر من على الكورنر بالنسبة للاعب عبد القادر أو بالنسبة للاعب ميخائيل، فهل برأيك العربي رح يتم عم يتصرف؟ أعتقد الكوتش حاتم ما عندوش حلول أفضل من كده. صحيح. في ظل تواجد لاعب بخبرة كبيرة زي جورج، وانا قلت جورج من المميزات المهمه فيه انه مش صانع العاب، بيفرط في الكره بسهوله، عنده فيجن عالي، بيشوف الفرقه كلها، بيلاعب الثغرات، بيقدر يوصل الكره، وده اللي عامل مشكله للكوتش حاتم. نعم. في الدبل تيم مش هيقدر يستمر، بيحاول يعمل دبل تيم عشان يحاول يحد من خطورتهم. صحيح. لكن في وجود لاعب زي جورج بيقدر ان هو يلاقي الحلول، يشوف اللاعب، يطلع الحلول. نعم. لكن هو اعتقد الفكره دي تمشي اكتر لو بشكل عام العربي هو فريق من الفرق الصبورة بمجريات المباراة، تلاقي دائما الفريق الثاني عنده ترابل فاول، عم نشوف اللاعب جورج ثلاثة فاول، عم نشوف اللاعب بشكل عام أمير عنده ثلاثة فاول. العربي بشكل عام بيبني الفوز أو الاستراتيجية تبعه على هذا الأساس. اللاعب جورج عنده مشكلة بتعب، يمكن أوفر إيج، هو نوعا ما عمره 35 سنة، 35 سنة تقريبا، لكن لاعب خبرة. برأيك الترانزيشن فريق الشمال كيف ممكن يحد من خطورته؟ يعني عم نشوف بشكل نسبي مش سريع، فعنده مشكله في السرعات. اذا قدر العربي يستغل موضوع السرعات والفاست بريك اللي احنا متعودين عليه هيبقى افضل، بس انا شايف العربي مش هو ده العربي اللي شفناه السنه اللي فاتت في الترانزيشن اوفنس وفي نقل الملعب من سايد لسايد والسرعات، مش هو دي السرعه. صح. اللي احنا نعرفها عن الفريق العربي. يمكن احنا عارفين طبعا ستوفر طبعا مؤثر، احنا شايفين لاعب دالان الموجود. نعم. يعني فرق كبير جدا ما بين دالان الموجود دلوقتي وستوفر اللي كان موجود. ستوفر كان لاعب بيدافع قوي مع الفريق، بيجري على الفاست بريك، وجود ويليام جنبه الملعب كان خفيف، ولذلك كان خالد بيضيف لهم خبراته عليهم، فكان في قوه لا يستهان بها. نعم. دالان لا مش قادر يعبي القوه اللي كان موجود بيها ستوفر والتيم كتيم مع بعض، لكن بشكل نسبي عمر سيك مأدي كويس جدا. مطلوب من دالان ده يطلع الامكانيات اللي عنده ونشوفه، لكن لا في جاب مش هو ده فريق العربي اللي احنا شفناه السنه اللي فاتت. طب بس بتوافقني الراي، اي فريق بيلعب ضد فريق الشمال رح يكون في عنده مشكله بالسويتشنج، لانه فريق الشمال تقريبا اطوال واحده، نسبته كويسه في اي بول سكرين او 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 او, أو, أو حاله معينه عم تصير، عم يصير في سويتش، ما عندهم اي مشكله. حتى على البنش يعني عم نشوف هن تقريبا سبع لاعبين قادرين انه هن يشاركوا ويلعبوا بالجيم. تمام. هو هنا عنده سبع لاعبين يلعبوا في اي وقت، سبع لاعبين فيهم متوسط عمر معقول وفيهم سرعات وفيهم اطوال، لكن هم يعيبهم بس السرعات فرقه الشمال بطيئه الى حد ما، لكن هو معوض الكلام ده بخبره جورج، خبره عاليه في تحريك الملعب، خبره عاليه في تهدئه الملعب، عنده حراك بيتحرك بره وجوه كويس جدا، عنده حتى اللاعب ميخائيل رغم ان هو لاعب اشوفه مش مهاري، لكن عنده شوطة كويسة وبيقدر يجيب سكور برضو وبيدافع كويس. نعم. وطوله كويس كمان. فهو ده سلاح كابتن حسن حشاد، ان هو يلعب برتم بطيء، وده في مصلحته كويس. اذا سرع الملعب اكتر من كده هيبقى عنده مشكلة، ان احنا عارفين ان جورج كبير في السن، عمارة كبير في السن، هيبقى عنده مشكلة لو سرع الملعب اكتر من كده. نعم. هو ده الاسلوب اللي يناسبه. انت عشان تكسر الاسلوب ده لازم انت يكون عندك السرعات وعندك الترابات وانك تجهدهم عشان تقدر تخلي الفريق اوت اوف بالانس. نعم. في الجيم. نعم. فهو ده المطلوب من الخصم يعمل مع الفريق العربي. اي فريق اذا لعب معاه بالسرعات هيتعبه، لكن اذا لعب معاه بالطريقه دي يبقى هو جاي في ملعبه زي ما بقول، جاي على الطريقه اللي هو بيحبها ولعبته بتاديبها بقوه. صحيح. بالنسبه للطرق الدفاعيه بالكوارتر الثالث والرابع، هل بدنا نتوقع نشوف تغيير ماتش اب زون، او متوقع نشوف تغيير باي ريتم لاب او لا؟ هو المفروض دلوقتي بالنسبه للكوتش حاتم عشان يكسر الفرق ويقول انا موجود في المباراه، زي ما احنا قلنا مباراه مهمه بالنسبه للفريقين، اذا انت عايز تكون على في التنافس وعايز تصعد ما ترميش الفوطه بالمعنى البلدي وتسيب المباراه، فلازم يغير من دفاعاته. نعم. وينوع، وخصوصا ان هو عنده السرعات هتتعب الفريق ده. ولحد دلوقتي شفنا ان جورج احنا قلنا كبير في السن، وقلنا هو اللاعب هو مانت الميزان وتعب، وغير انه تعب عامل 3 فاول. صحيح. فهنا ده اعتقد ان لو حصل انه قدر يوصل يخرجه هيبقى في مشكله كبيره بالنسبه لفريق الشمال. نعم. لان هو رمانه الميزان في التيم، فما فيش قدام الكوتش حاتم انه لازم يضغط ويطلع من ماتش اب لمان تو مان وينوع
وخصوصا اعتقد لو نزل ويليام دلوقتي ممكن ويليام يعمل, انه احنا عارفين ان ويليام لاعب سريع كمان. نعم. فممكن يعمل معاه البالانس في كرات السرعه. نعم. ده بالنسبه للكوتش حاتم. لكن اشوف الكوتش حسن حشاد هو السيستم بتاعه ده يفضل ماشي على الطريقه دي, هيقدر يتفوق بيه المسا, بيقول لك اللي تغلب بيه العب بيه, فيقدر بالطريقه دي يقدر يتوازن ويقدر يمسك المباراه كويس لو فضل ماشي. بس مهم من فريق الشمال ان يبدا البيريود ده بنفس التركيز العالي اللي بدا بيه البيريود الاول. نعم. اي تراخي بعد كده مع اضطراب الفاول هيحصل فيه مشكلات وضربات كتير. مشاهدينا الكرام, بالعودة إلى مجريات المباراة قريبا, نود أن نذكر قناة الاتحاد القطري لكرة السلة هي قناة لجميع الناس. شاركوا معنا, اضغطوا زر الاشتراك ليصلكم كل جديد من المباريات في الدوري القطري لكرة السلة في هذا الموسم. لو أنت مدرب الشمال سوف تبقى على نفس تقريبا الدفاعات, إلا إذا جد جديد. لو انا ماشي بنفس طريقتي ومتفوق وراكب المباراه هكمل بنفس الطريقه. نعم. لو حصل اي ضربات خصوصا اضطراب الفاول وكده لازم ابتدي اغير, ولازم اكون متفق مع لعيبتي وممرنهم على اساليب مختلفه اقدر اعمل فيها تعديلات جوه الجيم علشان امسك المباراه بالشكل واخلي الخصم يلعب زي ما انا عايز مش زي ما هو عايز. نعم. لاحظنا فريق العربي بعد كل رميه حره او بعد كل باسكت متاخر نوعا ما عم يطلب ضغط الكره من بدايه الملعب, ليس لقطع الكره وانما لتاخير الهجمه. صحيح. عشان يجبر الفريق الخصم على يلعب على 10 ثواني. هل برايك الفريق نجحت مع العربي في بعض اوقات المباراه؟ لا, هو الغرض هو طبعا المفروض التنويع ده مهم, بس المفروض انا ما بقاش الغرض ان انا العب على الثمان ثواني بس, لا انا ممكن اكمل كونتينيو لغايه الاخر في ترابات وضغط على الاجناب. لو عملت الاسلوب ده هجهدهم وهقدر اخد منهم تورن اوفر يساعدني. لكن ان بلعب عشان الثمان ثواني وارجع تاني, هو التاني عارف بخبرات اللعيبه, عارف انه بيعمل كده فبيهدى, ومره ما بيعدي الملعب بيبتدي يعمل ديلي ويمشي الكره من سايد لسايد ويهدي الملعب ويبقى ماسك المباراه. نعم. فلازم انا اكمل, يبقى احطه في ضغط, في ضغط مستمر. لما هحطه في ضغط مستمر هقدر اخد منه تورن اوفر واعمل منه ترانزيشن اوفنس بالنسبه لي فاست بريك واقدر العب واخش في المباراه. صحيح. انا بشوف اجريسيف ديفنس على حامل الكره بغض النظر مين هو, ان كان البوينت جارد جورج او ميشا او حرات. وجود خالد رشدي في الملعب بالاضافه للاعب الفلبيني هو سلاح ذو حدين اذا بتوافقني الراي, لانه في دائما عم يكون في مس ماتش طبعا بالطرف بالشق الدفاعي عم يستغله فريق الشمال لحتى يحسن يسجل نقاط. هل برايك عدد الدقائق لازم يكون, يعني هل ممكن انت كمدرب تضحي بالشق الدفاعي على حساب الشق الهجومي وانت متاخر او لا؟ لا, هو المفروض انا يعني في سيستم طريقه الديفنس عندي ما بيكونش الهدف ان انا اعمل فاول, يعني لما ببتدي انا يعني بكون ممرن لعيبتي على الدفاع المظبوط, الضغط على الكوره, مربع الكوره, خطوط التمرير, الروتيشن, الهيلب سايد والبول سايد, الحاجات دي لما اكون متمرن عليها بيبقى عندي نسبه الفاول مش هو الهدف لكن ممكن يحصل اضطراب الفاول اتلافاها انا بعد كده لو حصل الاخطاء دي جوه الملعب. وهجوميا كيف بتعوض هذا النقص؟ يعني خالد رشدي هو لاعب, ما هو لاعب هجومي, هو لاعب دفاعي بحت. صحيح. فيزيكلي جاهز. كيف بتعوض هالموضوع؟ هو المفروض لاعب كره السله ما بيكونش لاعب دفاعي. أكيد. بس المفروض احنا بنتكلم على الوقت الحاضر. نعم. هو اعتقد ببعد تالا عن مستوى الطبيعي مأثر كتير على الفريق العربي, لان احنا عارفين ان تالا من المميزات اللي فيه ان دفاعه قوي. صحيح. وبينقل الكره, بيلعب له من غير فلسفه, فمع العناصر الموجوده في الفريق بيقدر يبان قوه وخطوره فريق النادي العربي. كون تالا مش في نفس حالته عامل دروب كتير, عامل دروب. يعني سي جي مادي, بس لو تالا موجود جنبه هيكون افضل. رشدي احنا قلنا هو الناحيه الهجوميه مش زي الناحيه الدفاعيه, لكن اقدر لو انا بعمل ترابات واخد الكره يقدر يجري على الفاست بريك. صحيح. بيبقى عنده رؤيه, يقدر يعمل بنتريشن. المميزات الموجوده فيه اقدر اظهرها وممكن تساعدني. قبل بدايه الشوط الثالث اسلحه العربي اكثر ام الشمال؟ لا, هو الشمال متوازن, الشمال اشوفه افضل ومتجانس, بس هو الشمال لو عايز ياخد المباراه لازم يلعب بنفس التركيز اللي قلنا عليه, لكن العربي عنده السرعه. الشمال اكثر. الشمال كأسلحة دفاعيه العربي ممكن يتميز, ممكن لو في السرعات, يعني ترابات على الكره والسرعات والضغط. نعم. والجري, هو ده السلاح العربي لو قدر. نعم. يعمل كده بالظبط, لو عمل كده في وجود ويليام معاهم ويتحرك معاهم ممكن يعمل فرق. اكيد هنشوف كوارتا تالت ان شاء الله. مشاهدينا الكرام, بالعوده الى التعليق مع الزميل العزيز اشرف, توفيق, مشاهده ممتعه نتمناها لكم. شكرا الزميل وصديق العزيز كابتن آصف الحداد وضيفه شيخ المدربين واستاذنا
الكابتن حسن عبد المعطي، وان شاء الله لهم لقاء اخر لقاء في تحليل ونهايه المباراه. مشاهدين بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركه الله نبدا تقدم للشمال بعشر نقاط. احد نقول الحصان الاسود الثاني، هناك حصان اسود نادي السد واخر نادي الشمال في افضل الفرق القادمه من بعيد وكرة والعربي. وهنا والتصويبه بثلاث نقاط، اضرب يا عمارة من بعيد. هنا اخرى التسجيل، ولكن كلمه للوحه التسجيل هنا 53-43 سيتم تعديلها. المشاهدين التقدم مالي، يا سلام على الباص الخطأ الزكي حراث، هناك لابد في حالة الخطأ في القيام بواجباتك الدفاعية، لكن لا ترتكب الخطأ الرابع يا حراث الثالث. الثلاث أخطاء شخصية. الشمال لا زال قطار الشمال السريع متقدم ب 53 نقطة مقابل 40 حامل اللقب العربي. مأزق لحاتم مملوك، ما يتخافش عليك يا مملوك. كابتن حشاد والتشكيلة الجديدة ومعه المساعد كابتن حسام. نقطة جديدة لعمر سيك. لا زال عمر سيك يسجل النقطة 42 للعربي مقابل 53 للشمال. بالفعل 14 لعمر سيك. كريستيان الترانزيشن، نقل الملعب، اكرم الانسايد. اها حج علي صالح انتزع تسليم زها، وهنا تيرن اوفرز منفردا يا ربع افيديك ايضا منفردا بالحلقه خارج السله. 11 نقطة هي الفارق، المتبقي 9 دقيقة سريعة في الفترة الثالثة من هذا اللقاء. حراس والتصويب من بعيد. الله يا ام في بي الأندية في بطولة دبي الأخيرة القبل الأخيرة مع فريق البترول الجزائري من بعيد من 3 نقاط. هتلاقيه بره، هتلاقيه. الله عليك يا حراس. عمر صاحب الخبرات، كريستيان الرائع سادد الفراغات، وبروان الرؤان زيادة يا ابن سليمان. خالد سليمان يدخل بهدوء وهو دائما بيلعب بهذا الستايل، ولكن اليوم يلعب بهدوء زائد. مطلوب ترجع يا خالد، مطلوب ويليام بيرد عندما يعود. وهنا من انكرم لها جورج، ولكن فكر في قبل ما يفكر في السبين الصحيح، لذا الكره معقوله تصويبه لا قصيره. لا فارس ابيديك والحصول على الخطا الشخصي قادم، كاد ان يفعلها حراث من اليمين بعد ان فعلها من اليسار، ولكن فارس ابيديك. اذا السيطره لشباب الشمال على الاوفنسيف والديفنسيف ريباوند، فارس افيديك على التصويب. نجاح لرمية اولى لاعب المنتخب الوطني فارس افيديك، كاد يلعب اكثر من 35 دقيقة في مباراة التأهل لكأس العالم مع الكوتش تيم لويس مدرب المنتخب السابق، اكسبوا خبرات كبيرة جدا. وبالفعل عندما قاد الفريق أول فرصة فاكتسب خبرات عن الموسم الماضي فارس افيديك. التصادم ما بين عمارة
القطارات الاوزان الثقيله عمر وعمر عبد القادر وهما اصحاب البشره السمراء والوزن الثقيل والخبرات الثقيله. التصادم مستمر ما بينهم. ميكائيل يقوم بوظائف نقل الملعب حتى ان يسلم الملعب. اها من جديد اوفنسيف فاول على جورجي. جورجي لا لا هنشوف الخطا مش على جورجي. على جورجي فعلا بالفعل. الخطا الثالث. كريستيان خالد سليمان في انتظار مرسيك. الحاج علي راح له في طريقه ما عدرفش يدخل ولا يبص. حراك حراك حراك. لا زال الشمال يتألق، لا زال الشمال يزداد الفارق ل 18 نقطة مع بطل الدوري. يلا يا كريستيان. لا هذا حراك المتابعات ويا سلام على الريفيتس. روعة روعة باليسرى راح وعملها عكسية رائعة و ذهبية تودي الفارق للمرة الأولى 20 نقطة بالتمام والكمال ما بين الشمال والعربي حامل اللقب. وقت مستقطع ونعود لنستكمل معكم بمشيئة الله هذا اللقاء الناري السريع. عدنا اعزائي المشاهدين وعاد معنا بيرد. ما فيش وقت للحفاظ على الاخطاء من حاتم مملوك. المباراه ما عند مش هينفع ينتظر اكثر من ذلك. 20 نقطه لسه 17 دقيقه. علي صالح بطريقه الهوكس يرجع سلم خلفي مخالف وبالفعل مخالفة التحرك بالكرة لمصلحة فريق الشمال. ميكائيل جورجي مرة أخرى. ميكائيل وهنا الخطأ الشخصي على عمر سيق. عمر سيق أمام عمر عبد القادر. خبرات كبيرة، علاقات قوية، تاريخ كبير ما بين الفريقين، ما بين الاثنين لاعبين العمرين في ملاعب كرة القطرية. الفيك الدرايف الحصول على الخطأ على الحاج علي صالح. 20 نقطة. كابتن حسن حشاد قال انا مش هقعد زي ماتش قطر ويبتدي السكور يتسرب. المرة دي واقف 20 نقطة. يحاول ويؤكد على التصويب
على التسجيل على الالعاب على اللعب الانسايد ما بين حرات وهنا عمر تاني الانسايد ميشا ولكن لا الحاج علي صالح الرائع دفاعيا كريستيان البث عن الطر ضاعت يا عمر ولكن لا زالت ادخال الكره من الحد النهائي لمصلحه العربي 20 نقطه أعزائي المشاهدين عمر سيك كريستيان مرة أخرى كريستيان هي لا مش هي خالد سليمان الوقت وقتك يا خلود عمر والتصويبة حراث الماجنتيك مان الكرة بتروح لإيد حراث ملك المتابعات سواء في الدفاع أو الهجوم مرة أخرى محاولات الشمال والتصويبة قصيرة بالفعل قصيرة ولكن أخطاء المتابعات من الهاي بوست لفريق العربي تعطي السكند شانس مرة أخرى والدرايف والرايح ولعبها على اللوحة يا سلام يا ميشا مش ممكن طبعا ويليام متحاصر بالأخطاء راح وسجل والحاج علي صالح وجاسم يؤكد الكرة خارج الملعب ظهور جديد لأمير موجيكيتش لاعب الارتكاز ولاعب المنتخب الوطني المفروض واحد من لاعبين المستقبل في كرة السلة القطرية موجيكيتش هو وناصر الرئيس لاعبين الارتكاز في مركز خمسة صغار السن وحراث وثري اون وان ميكائيل تاني لكن على طول الفولو فولو على طول على طول المخالفة بالخبرات خبرات جورجيا في الديفنس اكثر من علي صالح قدر يحصل على المخالفة عودة لانكروم الموقف يزداد صعوبة على ابن مملوك الموقف يزداد صعوبة على بطل آخر نسختين دوري حاتم مملوك النسخة الأخيرة مع العربي وقبلها مع نادي الجيش كتيبة الشمال تضرب بجميع المدافع من الداخل والخارج وهنا حراث والإنسايد ومخالفة الثلاث ثواني هنا الدوسري بالفعل يا دوسري قرار حكيم من حكمنا الدولي المميز سيف الدوسري حراث يناقش هنا لا نقاش يا حراث التكنيكال فاول ما أسرعه عودة تالا خالد سليمان لم يعد تالا التصويب نجح تالا لعلها التعويض حتى تقترب المباراة ونرى مباراة نستمتع بها من سيربح لا يهم كل محبي كرة السلة يا سلام يا جورج بيلعب ما بين قدمي عمر المحاورة ولكن ادخال الكرة من الحد الجانبي 22 نقطة وكوتش حسن حشاد واقف على اللاين مش عاوز يرتكب خطأ مباريات سابقة ويترك اللعب للاعبين والثقة الزيادة ميكائيل ولكن لا تسألني من المتابع إنه كالعادة حراث في الدفاع في الهجوم إنه حراث صاحب 18 ريباوند في آخر مباراة كتير المرة دي يا جورج يلا ترانزيشن رايح تالا والله لكن هنا البلوك شوت من امير ايزي بلوك شوت جورجي اوبا لا 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 كانت اليوب روعه ولكن لم يستغلها تالا تاني وامير وتالا لكن المره دي قال له مش كل مره يا امير مش كل مره اصدقاء وزملاء المنتخب الوطني الفارق 20 لمصلحة الشمال ثلاث دقائق ولكن الخطأ الشخصي حاضر على تالا إذن عودة تالا بآخر تسجيل لأربع نقاط أعاد بعض الروح لفريق العربي ولكن 13 دقيقة
عمر مباراة كاملة في كرة السلة 13 دقيقة المباراة بتروح وبتيجي كتير. هل هيحافظ الشمال على التقدم أم الكامباك قادم من العربي؟ لا تذهبوا بعيدا، مباراة لأقطاب هذا الموسم مع الوكرة مع السد، وهنشوف يمكن يكون في عودة القطر. وهو بلوك شوت، الله على الروعة، قلت لكم ما تروحوش في حتة. عمر السيك مع أمير موجيكيتش، الله الله، بلوك فين دي؟ في الرينج، روعة. المباراة لسه فيها كتير، ما لا تذهبوا بعيدا، 20 نقطة، ولكن لازال هناك الفنيات والاستمتاع بألعاب كرة السلة الجميلة. تالا ويليام بيرد والبحث عن موقع وموضع السلة. صافرة، خطأ شخصي، الخطأ الشخصي الثاني على ميكائيل أو ميشا، خطأ. اثنين أخطاء شخصية فقط على ميشا اللاعب الجورجي في صفوف الفريق الشمال. أنكروم يصوب، جورجي بالخبرات يستحوذ على المتابعة. حراث، حراث هيلعب ايه؟ حراث الكيك اوت، أمير قصيرة، المتابعة لأنكروم. أين أنت يا أنكروم؟ حسسنا أن في محترف ثالث يا راجل. لا لا ما تحسسناش، لا 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 لا، أنا لسه بسأل. هنا تيرن اوفر وأنا سبورتس مالك فاول، كل ذلك في 10 ثواني بتوقيع هذا اللاعب دالان أنكروم. لغز كبير في صفوف العربي. كريستيان على التبديل، ليام فقط. أنكروم هو المحترف الرابع لصالح الشمال، مش الثالث لصالح العربي. رميتين حرتين وحيازة، نجاح لجورجي في تسجيل النقطتين، يزداد الفارق. الباقي دقيقتين، المباراة تزداد صعوبة نظرا لأن الشمال يؤدي بجدية مقابل أخطاء ساذجة من أنكروم ورفاقه. ويا سلام على المرحلة، كالعادة حراث في المتابعة. جاسم، بالفعل انتهاء زمن ال 24 ثانية. بيرد، تالا، تالا والدرايف، الكيك اوت، ويليام الفيك، يلا يا بيرد. هو ده التفاؤل، هم دول اللي بنحكي عنهم، مثلث رعب. خالد ويليام عمر والدفاعات المتقدمة والضاغطة والزون بريس، ولكن سرعان ما بيحصل له البريك بسهولة من خبرات لاعبي الشمال. مرة أخرى جورجي وفاصل من المراوغة والتصويب وقصيرة والمطالبة بالخطأ. ويليام بيرد والزوي، لكن كان رايح على الدنك، بيطلب الان سبورتسمان، لكن الجاسم الخطأ الشخصي هنا حاضر برميتين حرتين. كل بنش العربي وقف، الفارق 20 نقطة، ولكن الحماس مستمر، الرغبة الفوز، رغبة البطولة موجودة في فريق العربي والعودة للقاء رغم الصعوبة. ويليام والنجاح في الرميتين وتقليص الفارق. مرة أخرى و الحفاظ على تيمبو المباراة. ما بي فريق العربي لم يجبر فريق الشمال على التسرع. هنا الخبرات لامتصاص الدفاعات الضغطة والذهاب. يا سلام واللعب على اللوحة، ألعاب الخبرات، ألعاب التركيز من جورجي. كم أنت رائع جورجي.
تالا تالا الدخول وكالعادة حراس في المتابعة. الفارق يعود 20 والمتبقي أقل من 20 ثانية على نهاية الفترة الثالثة. الانسايد الكيك اوت، ميكائيل يحافظ على آخر ثواني عشان تبقى اللاست شوت، وحراث والكات وميكائيل وعدم التسرع. إذن فريق الشمال يلعب بالخبرات. بالفعل بجواري كابتن آصف حداد بيقول بيلعبوا بالشوكة والسكينة. بالفعل يا كابتن آصف بيلعبوا بمنتهى الثقة، منتهى الخبرات. رائعين فريق الشمال بلا شك. حراث ونجاح للرمية الأولى. آخر ثانيتين وعمر سيك ثانية يقدر يصوب، لكن فضل الدريبل. أعزائي المشاهدين نصل لفترة رابعة حاسمة، 21 نقطة هي الفارق لمصلحة قطار الشمال السريع أمام العربي الباحث عن العودة. نستمع ونرى التعليمات ونعود لنستكمل معكم بمشيئة الله الفترة الرابعة والأخيرة. مرة أخرى أعزائي المشاهدين عودة للفترة الرابعة الأخيرة من هذا اللقاء الساخن رغم الفارق الكبير. رد علي كريستيان بالفعل يسجل ويقلص الفارق ويعود الروح ولا إيه؟ هنشوف التمريرات. أمير أبيدي، أمير عذرا أمير ميجوكيتش، التمريرات وويليام بيرد بشاكلة كرة القدم بباطن القدم يعوق الباس. إذن عودة، وهنا القانون بعد إشارة الحكم يكون زمن الهجمة 14 ثانية جديدة. بالفعل المحاولات جورجي حراث، يا حراث الله يا حراث، 26 نقطة يا حراث، الدبل دبل لحراث. مش ممكن هذا اللاعب يتألق ب 26 نقطة. والمتابعات وهنا خالد سليمان ومحاولات الدرايف
ولكن كل السقق مغلقة في الطريق. هنا متابعة جديدة لنجم المباراة الأول محمد حرث. مرة أخرى التمريرات والمحاولات، الشمال لازال يكشر عن أنيابه. حرث من بره تلاقيه من جوه، يا سلام شوف الكرة وصلت ازاي، مش ممكن. هذه لعبة تدرس، لعبة يتم تدريسها، اللعبة المثالية، البلاي اوف جيم، لعبة رائعة. هنا الشكل الرائع والحضور الذهني لجميع لاعبي الفريق يتم ختامها بتصويبة ثلاثية من فارس أفيديك. إذن وقت مستقطع لحاتم مملوك، الله يكون في عونك يا حاتم. عودة أعزائي المشاهدين، 77 شمال 53 عربي. إدخال الكرة من الحد النهائي تزداد المباراة صعوبة، تزداد المباراة صعوبة على فريق العربي بطل الدوري. كريستيان صانع الألعاب، ويليام مرة أخرى، خالد سليمان، التصويب من سليمان لازال غير موفق. ميشا، جورج، عمارة مرة أخرى، جورج مرة أخرى، يا سلام يا سلام على الجمال والحلاوة. البساط بسهولة ويسر. عمر سيك في الان سبورتس مان لايك فاول، الخطأ الخطأ الشخصي مع حراث. الحديث ما بين عمارة وعمر. إذن حراث على تصويبتين وحيازة، مشكلة كبيرة. محمد حراث أول اللاعبين اليوم في تحقيق الدبل دبل ب 27 نقطة و 12 متابعة حتى الآن. ويؤكد تفوقه كنجم للمباراة، يليه في تسجيل النقاط الزميل في الفريق ميشا حراث. ميشا سيطر على مجريات الأمور، وفي آخر ثواني قبل انطلاق الصافرة ويليام بيرد لم يظهر هذا اليوم، وعمر سيك والتسجيل على طول. دفاعات مفيش وقت غير الدفاعات الضغطة، خلاص لسه بدري في الزمن، لكن بص على طول بيحصل ازاي، بريك للبريشر بمنتهى السهولة. مرة اخرى الخطأ الثالث على عمر سيك، لازم يتم تبديل للاعبين في المان تو مان. بالفعل تالا راح لميشا، لان طبعا حراث، عمارة، المان تو مان،
والتصويب من ميشا. مش ممكن مش ممكن حراد. انا اعرف الواحد يكون مبدع في التصويبات بثلاث نقاط في المراوغة في الاسيست، لكن هذا ابداع جديد من محمد حراد في المتابعات. توقع دائما حقيقي، الكرة بتحب حراد. عمر ثيك بطريقة القوة والسرعة يسجل في محاولة لتقليص الفارق. ميشا بمنتهى الثقة ينزل بالتيمبو للمباراة مرة أخرى. حراد حراد جورجي واستهز نزلوا بالتيمبو إلى درجة النوم. حبوا يتحكموا في الأداء مع دفاعات قوية للعربي. إذن مخالفة ال 24 ثانية هنا حاضرة. تالى على التصويب، تالى على التسجيل، تالى يعود بقطار العربي للمباراة. 19 نقطة نعم، ولكن كامباك صحيح للعربي. لسه بدري، 6 دقائق. هل يعود الشمال؟ هل الإرهاق ضرب في لاعب الشمال؟ الإجابة سنعلمها بعد 2 دقيقتين إن شاء الله وانتهاء الوقت المستقطع لكوتش حسن حشاد. عودة أعزائي المشاهدين لاستكمال ما تبقى. هنا الدفاعات القوية من فريق العربي في محاولة للحاق بالمباراة. لسه المباراة بدري، لسه 6 دقائق أعزائي المشاهدين، عمر طويل في المباراة. خبرات فريق الشمال والثقة. مش ممكن يا فارس، فارس أفيديك بثياب جديدة، فارس أفيديك بثوب جديد وشكل جديد هذا الموسم. عام النضوج لفارس أفيديك، فايدة كبيرة لمنتخبنا الوطني. هذا اللاعب الأنوان والخطأ من جورجي، ما دفعش، راح بإيده ما راحش برجله. فهنا طبعا لاعب مواليد 86، والخطأ على عمارة، الخطأ الرابع على عمارة. أيضا لاعب كبير الخبرات، كبير في السن، تاريخ كبير، خالد سليمان وتسجيل الرمية. خارج السلة، الدفاعات الضغطة، فارس، ميشا، الدبل تيم، نجاح اللي في الدفاع الضاغط، ويليام بيرد تالى على التصويب، الفيك، بيز لاين، كيك اوت، خالد سليمان لم يستغلوها، قصيرة من خالد، بالفعل مع حراث كالعادة. وميشا، جورجي، فارس على المدفع، عمارة، التمريرات، التحركات الواعية، التحركات والتمركز بدون كرة هي أهم صفات لاعبي الشمال. ألعاب استعراضية، 3 ثواني، عمارة، هنا عمر سيك على الترانزيشن، لا الترانزيشن ديفنس سريع، والستيل هنا من جورجي. وحراث هل لا 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 بيلعب بعقل، عارف بيعمل ايه، بيلعب، الوقت اهم ليه.
حراث في انتظار من سيقابله. التمريرات، الرسيان، فارس افيديك، الكت من عمارة، عدم الاستلام الجيد. مرة اخرى تالا، تالا على التصويب، هي يا تالا، برافو تالا، يكسر الحاجز العشرين اخيرا. لكن متبقي 4 دقائق والخطأ على خالد. ظهور جديد من امير موجيكيتش لاعب الفريق الارتكاز، لاعب الارتكاز لفريق الشمال القادم الوكرة بعد تبديل ما بين عمارة. اذا الحفاظ على لاعب في مركز 5 صريح دائما هي لغة الشمال وكوتش حسن. التمريرات، الزمن يقترب لنهايته، هندخل المنعطف الأخير. جورجي والباس والإلبو، ما فهمهاش أمير لكن فهمها ميكا. و4 ثواني، يا سلام، التصويب، الكرة بيطالب جورجي إنها ارتطمت في إيد بيرد، ولكن على طول الدوسري قريب من السلم، قريب من الكرة، ولمصلحة العربي. هل هتعود بيهم يا كريستيان؟ هل هترجع بالعربي يا كريستيان؟ عمر بالتصويبة، لكن خالد في المتابعة، وحراث على الخطأ الشخصي. بالفعل ادخال الكرة من الحد النهائي. 3 دقائق، المحطة الأخيرة من المباراة. هل هيسهلها العربي أمير والخطأ الشخصي لمصلحة تالا؟ درايف ناجح من تالا في الحصول على الخطأ، الخطأ الرابع على أمير. حراث أيضا، عمارة في الخارج، عبد القادر على البنش بالنسبة للشمال. تالا، ينجح تالا. جورجي، فارس، أمير، هل هيتسرع أمير؟ لا، حصل عليه الدبل تيمينج سهل. عمر، روح يا عمر، راح عمر وسجل السلة. بالفعل سلة محتسبة، والان وان. التايم اوت اكيد لكوتش حسن حشاد. 82-67، المباراة لا زال فيها الكثير، لا تذهبوا بعيدا، انه الخطأ الرابع. هنا الاخطاء ستحسم اللقاء، ما نعرفش. نشوف التايم اوت ونعود معكم لاستكمال هذا اللقاء السريع الرائع. أعزائي المشاهدين، وعمر سيكا على التصويب، الرميات الحرة الذهبية، ورمية حرة، ولازال حراث يقوم بالمتابعات. حراث، وهنا التمريرات السريعة
محمد حراس 17 متابعة و28 نقطة، عالم آخر يا حراس، والحصول على الخطأ الشخصي. أيضا عمر سيك دبل دبل ب22 نقطة و10 متابعات في فريق العربي، مباراة كبيرة لعمر. والفارس أفيديك يصوب، عمر لازال المتابعات هنا، الدخول وعلى طول الباص الرائعة من كريستيان، يمكن تكون العودة على ايد كريستيان. 82 69 ميشا، ميشا البحث دائما عن جورجي صاحب الاربع اخطاء شخصية، صانع العاب من العيار الثقيل، صانع العاب من الزمن الجميل. وهنا الضرب من بعيد وامير، وهنا حراس كالعادة، حراس كالعادة، مش ممكن يا حراس، بسم الله ما شاء الله عليك يا ابني. عمر سيك التصويب لهذا النجم الرائع في العربي اليوم، ولكن خلاص المباراة تأخذ منعطف آخر، منعطف الشمال. 84 مقابل 69، وعلى التايم بيلعب جورجي وبياخد التصويبة بتاعته المرتاحة، ولا هيلعب ايه التحرك من فارس، التصويبة ميشا يصنع هجمة جديدة ولكن مخالفة، والكرة لمصلحة العربي. دقيقة 22 ثانية، سيطرة كاملة طبعا العربي، كأنه بيلعب باثنين محترفين، لان خارج الملعب دالين انكرم، وهو داخل الملعب كان بيلعب لمصلحة فريق الشمال. يا سلام يا فارس، اكتسب خبرات فارس حتى في البوكس اوت. يتلقى التحية من حراس فارس أفيديك. أربع أخطاء على خالد سليمان. خالد سليمان نجم الموسم في اللاعبين المحليين مع محمد يوسف بابيز بلا منازع الموسم الماضي، لكن في انتظار عودة خالد سليمان هام للمنتخب الوطني قبل لقاءات الجولة الأخيرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. رغم خروج المنتخب الوطني بصفة كبيرة ومؤكدة، لكن خالد سليمان يظل رقم صعب وهام في المنتخب الوطني، هو ومحمد يوسف وعرفان لنقل الخبرات. تالا تصويبة بثلاث نقاط عن طريق اللوحة، وحاتم مملوك لسان حاله يقول جت متأخرة. الفارق 14 نقطة، دقيقة وحيدة أو أقل هي 50 ثانية. 44 فارس أفيديك، ولكن كريستيان 86-72، التصويبات بثلاث نقاط ولكن لم تنجح. جورجي وباص رائعة، وأسلام بانك من أمير الشمال يعزف سيمفونية. شوف الخبرات خد قراره والكرة جاياله، عمل ازاي الباص الرائع. هنا ظهور متأخر لويليام. 88-74-22 ثانية، ميشا يحافظ على الكرة، حراس ينهيها. المباراة شمالية، إذن هو قطار الشمال السريع القادم بقوة ينهيها ب 14 نقطة. ألف مبروك لفريق الشمال، كوتش حسن حشاد والجهاز الإداري الذي قام بتدعيم هذه الصفوف بالإدارة الجيدة من كابتن حسن. إذن 88 نقطة للشمال، 74 لبطل الدوري في أولى هزائمه، لسه بدري، الموسم طويل، والبيست أوف فور في الآخر هو من سيحدد من البطل. الآن لا تذهبوا بعيدا، والاستوديو التحليلي مع كابتن آصف حداد وكابتن حسن عبد المعطي بالصوت والصورة. بالصوت والصورة كابتن آصف ننتقل إليه بعد أقل من دقيقة. أعزائي المشاهدين، الآن الشمال فائز في جميع مبارياته بنتيجة بالعلامة الكاملة، الشمال هو المتقدم حتى الآن على فرق الدوري. ننتظر غدا فريق السد، ماذا هو قادم لفريق السد بمشيئة الله. ولا تذهبوا بعيدا، وانتظرونا في الاستوديو التحليلي مع كابتن
آصف حداد وكابتن حسن عبد المعطي. كابتن آصف معاك الصوت والصورة، تفضل كابتن آصف. شكرا جزيلا زميل عزيز أشرف توفيق على التاريخ المميز. مشاهدينا الكرام، فوز نادي الشمال على نادي العربي ب 14 نقطة. كابتن حسن، مباراة نوعا ما يعني راحت لمكان شوي بعيد في بعض مجرياتها، لكن بآخر مباراة رجع العربي. تعال تحكي لنا شو شفت؟ شفنا ان فريق الشمال الحقيقي استحق الفوز في المباراة دي لعبا ونتيجة. في أول المباراة الأخيرة تسيد المباراة أغلب فتراتها، كان محافظ على كورته وكان متفوق على العربي. يهارد لك لنادي العربي حقيقي. استحق الشمال الفوز زي ما قلنا لوجود عناصر ممتازة في الثلاث لاعبين المحترفين بمستوى ثابت وعالي. شفنا كابتن محمد حراج لاعب قد ايه كان متفوق في المباراة، مسجل 30 نقطة وعامل 24 ريباوند. يعني قد ايه الاحصائيات تتكلم على لاعب زي ده مفيد قد ايه للفريق. عامل اسيست كتير في المباراه، مسيطر على السلتين، وحقيقي يستحق ان هو بلا منازع